كان الأستاذ محمد حسنين هيكل رحمة الله عليه يقول في وقت أزمته مع الرئيس الراحل أنور السادات: كيف لهذا القلم أن يفرض رأياً على رئيس الدولة؟ شايف النهاردة الوضع اختلف وأصبح من شأن القلم أن يفرض رأياً على الرئيس وعلى الحزب وعلى التنظيم وعلى الجماعة؟ ما بقتش الصحافة سلطة رابعة، هل تحولت إلى سلطة أولى؟ بترصدي هذا الموضوع إزاي؟ برصد علاقة تكاملية يجب أن تقوم. نعم. يقوم فيها، يعني يدرك فيها الرئيس، أي رئيس، وأنا أثق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك قيمة الكلمة. نعم. وأهمية، وأن الاختلاف يقوي ولا يضعف، يظهر نقاط الضعف بدلا، أسرع طريق للضعف ولفشل أي دولة هي أن تظل تقول لكل شيء هذا جيد وهذا رائع وهذا حلو قوي ولا تكشف نقاط. هل تستطيع بالنسبة لمريض، أي نوع مريض، أن تتركه بلا علاج باكتفاء بالكلمة الحلوة و أي دولة في أو أي نظام أو أي دولة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، يحتاج كل رئيس يدرك قيمة التقويم والنقد الموضوعي إلى الرأي الأمين عليه مهما اختلف معه. وأثق أن، ولكن لدينا رئيس من مدرسة المواجهة، تربى كده في الجيش على أنه من مدرسة المواجهة مش مع التجميل، ولكن أليس هذا الأمر يضعف من جماهيرية الرئيس؟ أنه ما يطبطبش على الناس وأنه يقول أن هذا رائع وهذا جيد. أنا شايف رئيس بيقول أن أمامي هذا الواقع وأمامي تحديات ولازم تبقوا معايا، هو معقول أن يبقى مش خايف على جماهيريته؟ لأنه يدرك أن جماهيريته الحقيقية في أمن هذا الشعب. نعم. في معالجة المشاكل، معالجة حقيقية، في ألا يضحي بأمن وأمان الشعب من أجل جماهيريته. الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق وأمين في انتمائه إلى ما يحفظ أمن وسلامة وقوة هذا البلد أمام التحديات اللي بتمر بيها. يعني ليس أسهل من شراء جماهيرية شكلية أو شعبية أو شعبوية أو والأمور تزداد تراجعاً. نعم. وخطراً. نعم. سينقلب على الجميع، وأولهم من يفعل هذا. نعم. الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني أنا أرى في تحليلي لموقفه الموقف الأمين على شعب لا، يعني إيه، لا يقيم أي مساومة ما بين جماهيرية زائفة وما بين تضحية بمصلحة شعب. قمة المصلحة عند الرئيس في رأيي المتواضع هي أمن هذا الشعب، أمان هذا الشعب، عبور هذا الشعب للتحديات التي يمر بها. نعم. هو يعني ما أسهل كان أن مصلحنا أصل احنا تعودنا على الرؤساء اللي يقولوا إيه، طب ما بكرة كويس ومرتبات هتزيد والمنحة يا ريس، والمصريين يتعودوا على كده. المصريين ولا بتقصد الحكام؟ لا، أنت بتقول تعودنا على حكام. عندنا حكام تعودوا على هذه الصيغة، ولدينا شعوب. وماذا كانت النتيجة يا مصطفى؟ 25 يناير الانهيار بالطبع. كان 25 يناير. نعم. هذا الألم الذي تمتلئ به مصر. نعم. هذا الحجم من الانهيار الاجتماعي والانهيار التعليم أضعفه والصحة، التحمل مصر. هي مصر تستحق ده كله؟ لا. مصر بكل ما تملك من ثروات. أنا يمكن أختلف مع نقطة واحدة. نعم. أختلف مع نقطة مهمة جدا. أنا أتمنى ألا نكرر كلمة أن مصر فقيرة. مصر. نعم. ليست فقيرة. مصر فقيرة في إدارة ثروتها إدارة رشيدة. نعم. أما ثروات مصر البشرية والطبيعية والإمكانات وما أعطاها الله سبحانه وتعالى وما حبها بلا حدود، الإدارة الكفء هي المشكلة. من أهم أسباب إيه اللي بيجرى لمصر إيه؟ إنهم عارفين مصر دي لو ثرواتها دي وإمكاناتها دي وولادها دول
يعني ايه ادركوا وايقظوا واشعلوا ما يملكوا من طاقات، محدش يبقى قدها.